شو اللي مزعلك اكثر شيء محمود؟ يعني انا اللي مزعلني انا هيك الدمعه بعينك شو؟ اي والله شوفي اللي مزعلني اكثر شيء انه انا كنت متعلقه بامي كثير الله يرحمها ويسلمها يرحم امواتي صديقتي ورفيقتي يعني مرافقتي وتقدم لي وتصرف علي ما تخليني احتاج حدا. والوالد الله يرحمه كان عاملني رفيق وصديق ما اقول له غير باسمه اقول له عبده ابو محمود هيك عرفتي كيف؟ وثاني شيء انه انت مكسوره الجناح والخاطر انه مالك اخوات يعني قد ما كان سمح الله صار معك شيء بالطريق في مين يزورك بالمشفى صار عليك شيء بالبيت احتجتي مصاري ما نقول الحمد لله انه كثير بيقولوا لي انه منيح انت فيك مخ لسه انه ابوك وامك الله يرحمهم راحوا اخوات ما في مره اولاد ما في بيت ملك ما في ورثه شيء ما في عرفتي كيف؟ المهم انت بصحه وبخير والله ايام شوفي يعني بتهدر شو اسمه صحتي بتهدر ايام ايام بيقولوا لي العالم لك ليك ما شاء الله وشك مورد وصاحي ايام بيقولوا لي ليش انت صايم؟ على طول عامل هيك قلت لك عم شوف في بصيت من كثر ما اول شيء انه صفيت لح وحداني ثاني شيء العالم ما عم تورجيني اني انا كمل حياتي وعيش يعني فوق عصة القبر يعني انه نسوني انه انا صعيني صفيت وحداني وما لي حدا اثنين اعطوني هيك امل اعطوني مستقبل كمله اعطوني حياتي كملها مثلي مثلكم انا بس انت شيء وانا شيء طب شو انا فارق عنك بس لانك انت اطول مني مثلا بصير انه انت احسن مني يعني تتباهى بحالك وبتشوف حالك انه ايه انا بطلعوا فيني انا هلا اي باب بدقه بيعطوني اما انت ما راح يعطوك يا اخي الله يرضى عليك يعني مو ظابطه بنتي تمشي معك كذا بجوز البنت تكسر بخاطرك بجوز البنت توافق اهلها لا لك اذا اثنين لك اذا اثنين اتفقوا الاهل وهي العالم ما راح ترحمك عم يتدخلوا فيكم ايه ليك شلون هذا ماشي وياها ها كذا تعال لحقه تعال زدت لنا كلمه تعال نمر عليه انا شوف شو بده يطلع معه هيك او اذا اجاكي ولد اكبر منك مثلا اطول مني ليك مرته كذا طبيعيه واولاده طبيعيين هو هيك شلون هيك كذا يعني هالكلام هذا للاسف هذا اللي عم نعيشه نحن الواقع والمجتمع والشيء يعني ياما اللي بيعيش بيشوف لسه لقدام للاسف يعني العالم تغيرت والمجتمع تغير يعني ما عاد في احترام ولا خجل ولا مبادئ صراحة ولا ما نحن تربينا هيك يا محلى التربية القديمة يا ريت نرجع للتربية القديمة كان في خجل في حشمة في احترام هلا لا للأسف ما في هيك والله